ردت العارضة للحمد لله الأمور مرت بسلام ثم الوصول ركلة الطريق لنتابع لحظة تألق. تأهل فين كاين خديجة الرميشي تبارك الله عليك. بفضل ذلك يعبر الطريق للوصول للموعد النهائي. سي مصطفى أظن الخروج الحاضر كاين هنا القراءة ديال خديجة الرميشي يعني هذه التسديدة كانت موفقة. في المقابل شفنا بعض الكرات اللي نوعا ما كان فيها نوعا ما تردد من جانب خديجة الرميشي.